السلام عليكم. الأشغال راهي على قدم وساق في ملعب تشاكر بالبليدة لإعادة تأهيله وتجديده، لكن مشي تماشيين مع التصميم نتاع اللي كان مبرمج في الأول، حيث فيه تصميم نتاع الملعب والتغطية تاعو والتوسعة تاعو والرفع من عدد المقاعد، حيث أنه نلاحظ أنه تم تركيب شاشة عملاقة بالملعب في هذه الصور، لكن التجديد هذا يخص عملية ان ليفتينج، هذا هو تزيين الملعب، وكذلك فيه ورشات أخرى فتحت هذه يعني مؤخرا تخص إنشاء ملاعب جديدة ريبليك دي ستاد ريبليك حول بالقرب من ملعب البوليدة، وكذلك دراسة وتهيئة المنافذ المداخل والمنافذ للمركب هذا اللي سوف يصبح بمقاييس نتاع الفيفا كما ملعب قسنطينة وملعب عنابة، إذن سوف يهيأ بنفس الطريقة، وهذا تحضيرا مش للشان، لكن تحضيرا لوضع ملف تاع تنظيم كأس إفريقيا للأمم الكان في 2025. إذن هذا الأشغال كلها هذه تدخل في إطار تحضير للملف نتاع الكان نتاع 2025. إذن هذه هي ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.